في الأفلام. أنا لو كانت حكالي ما كنتش صدقت، أنا عشان عشته بس. أنت صبرت صبر عيوب عيوب. الحمد لله يا خدان، الحق حرفة وصبر ومعلمة. بابا هو أنا كان لازم أعرف كل اللي بحاربهم، أعرفهم واحد واحد عشان أعرف ألعب معهم صح. الحمد لله ربنا نصرني. ايه ده؟ ابريزا تعال بس بس والله حبيبي حبيبي عمو بريزة اهو. عمو بريزة هاتوا شوكولاته. بص بص قول لي، ما عندكش فكره مسكوا سماح ولا لسه؟ هشام بيبلغني امبارح انهم قبضوا عليها بالليل. ما تزعلش مني يا ايوب، بس هي تستاهل، هي وبنت الكلب اللي اسمها رغده دي، دول قلبهم مات، نسيوا ان في رب يخافوا منه. يوم هيل ولا يوم لاخويا. المهم انا دلوقتي مش عايز اتكلم في اللي فات، انا عايز اتكلم في اللي جاي. ايوه انت لازم تركز في شغل المطبعه عشان ربنا يرزقك برزق الواد العسل ده. يا رب امين يا رب. انا عايزكم معايا. معاك في ايه؟ عايز تعمل ريونات خشب جوه؟ لا انا عايزكم معايا، ظهركم في ظهري. انا مش فاهم بصراحه، والاهم بقى احنا مش فاهمين الفلوس اللي بعتها لنا دي جبتها منين. عمتك دماغها عماله تجيب وتودي من ساعه ما عرفت ان انت اللي طلعتها لعمره، وان الفلوس اللي جات لنا من الجمعيه بتاعت الجامعه دي انت اللي بعتها. ما تزعلش مني يعني لما اخذ ايوب، احنا عارفين البير وغطاه. ما تكملش يا عثمان، ما تكملش. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لو ليا في السكه الشمال ما كانش ده بقى حالي، مش هبقى بخاف ربنا طول عمري واجي دلوقتي ما خافش منه. امال ايه بس حبيبنا؟ طيب احكي لك، وانا في السجن كنت بذاكر عشان اخد شهاده، ما كانش ورايا حاجه. اتعرفت على واحد تاجر كبير جدا، كان دخل السجن في عمليه قتل غلط يعني، ما كانش ربنا يلطف بيه. حكيت له حكايتي واستجدعت معايا لان كان في ناس عايزين يخلصوا منه، فانا رحت نبهته وقفت جنبه، فاسترجلني يعني وقرر ان هو يقف معايا بعد ما عرف قصتي. بعت ناس من عنده الحسن الوحش وخدوا منه الوصولات ودفعوا له المبلغ الحقيقي مش اللي هو كان بيقول عليه، وبقت الوصولات معانا. بس انا طبعا قلت لا، انا لازم ادفع الفلوس دي، واصريت ان امضي بيها وصولات امانه على اساس اني لما اخرج اردها يعني. فبعتني الواحد هنا اسمه المعلم الهتهوتي. الهت ايه؟ الهتهوتي تاجر عربيات كبير جدا، فمعروف. معروف معروف بتاع عربيات. المهم رحت له عشان امضي الوصولات، فهو حلف بالطلاق ان هو لا، ان الفلوس دي خليها معايا عشان ابتدي بيها حياتي. طبعا انا هردها كده كده يعني، الفلوس دي هي اللي انا بعتها لكم. معقول الكلام يا ايوب؟ معقول. بس برضه المطبعه والحاجات دي كلها منين؟ قدمت على قرض حسن في البنك، والمأمور كتر خيره زكاني وكلم الناس، وهم الحمد لله وافقوا وخدت القرض وفتحت المشروع. بس انا محتاجكم معايا عشان المطبعه دي تكبر وتكبر وتبقى حاجه كبيره جدا. ما ندي العيش لخبازه احسن يا ايوب. ما هو انا خبازه يا عثمان. اسمعوا مني، حطوا ايديكم في ايديا وتبقى اكتافنا في اكتاف بعض. اسمعوا مني واخليكم تلعبوا بالفلوس لعب. ابويا وابوك لما تشاركوا خسروا بعض، خلينا احنا حبايب واصحاب واخوات احسن. ما عشان كده بقى عايز نبقى مع بعض عشان نعمل اللي هم ما عرفوش يعملوه. اسمعوا مني، انا معيش غير بريزه، عيل جدع ومجدع وراجل وما تخيرش عنكم في حاجه. بقول لك ايه يا عثمان، احنا نجرب مش هنخسر حاجه، نمشي ورا ايوب والكلام اللي هو بيقوله، مش يمكن يا اخي نقب على وش الدنيا. هو قال لك ما انتش خسران حاجه يا عم، جرب. مشيت خير وبركه ونحمد ربنا ونعمه، ما مشيتش مكانتك موجوده، ارجع لها في اي وقت. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوب موافقين؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه يلا.